السلام عليكم. مدني أعزل كان في طريق عودته من السوق إلى منزله في ريف محافظة تعز قبل أن يصيب السيارة التي كان يستعد للنزول منها صاروخ قتل 5 أشخاص وأصاب آخرين، بينهم صاحب قصة اليوم المواطن علوان الزغير الذي يحكي لنا جانبا من قصته في الفيلم التالي. ما دريني لو قد الضربة تنحنا في السيارة، هيبنا من السوق يعني نتفضى نحن من السوق حق السوق مكاد للبيت حقنا. بالنسبة للأخ والجار علوان الزغير هذا كان جاي من السوق، يعني الصباح راح هو الشخص هذا طلع معه من السوق يوم الجمعة علشان يعني يجيبوا أغراض للبيت كذا خضره، وبعدين رجعوا يصلوا يدوا صلاة. أقل المكان هذا وقفوه وعادوا يصيح يعني على أساس يجيبوا له هذا زيت سمسم صليط، يعني احنا نسميه صليط، على أساس يجيبوا له السواق هذا صاحب السيارة، وهذا نازح أصلا من المكان اللي فيه مواجهات نازح إلى مكان آخر ومعه أولاده بنات صغار وناس حتى ما لهم شيء علاقة، ما هم راكبين بالسيارة، جنب السيارة كانوا جايين من السوق مكانه، بس كانوا قريب السيارة. فهذا نزل على علوان الزغير، نزل على اساس انه يصيح لابنه يشتي صليط يجيبه له. هذا مواطن ما له اي ذنب، هذا واقي عايد من السوق الى المنزل حقه، فجاء يعني تفاجئوا بالضربه طوالي عليهم وعلى مجموعه كثير منه، فجاءت ان هذا يعني كان لا يوجد اي مثلا ثكنات عسكريه للحوثي او غيره هنا متواجده بالخالص، على طول طوالي اسرعوا الناس بالغاره وزادت الضربه الثانيه بس كانت بعيده من المكان نفسه. اللي راحوا بعدها راحوا قم بسبعة افراد، وكانوا هم قهال وشباب، احنا ماشيين كل واحد شايب البيت حقه. بعد انت انا حمد نزل ابدا واقف، انا واقف انا نص وقف السواق، في ثنتين بنات صغار جنبي والسواق، بنات السواق ثنتين والباقيين بني عم قهال كانوا البودي ركابة، راحوا اسر واحد 5 افراد خمسة قهال اسر واحد، بعد في اثنين مشوا وكان مع واحد هيلوكس دول انا مشوا تقريبا، واتر الضربه في بهم هذا قطع عنه قطع كل شيء لحاله، والثاني تلو شظيه في العين، انا ما اقول ولا من الناس داري بهم بس انا رحت غيبوبه. ناس فاعلين خير بزوم الى البرح، ومنهم توفى هناك في البرح ومنهم هنا توفى بقي. بعد ما بزوم هذا علوان كانت حالته صراحه سيئه جدا، يعني بزوه الى محافظه الحديده. يقولون لا مستشفى العلفي في الحديده، اخي ترى سياره على حسابه ودانا على الحديده مستشفى العلفي. جلس هنا الابره ب 12000، الابره الواحده ب 12000 ريال. علوان حارق جسمه كامل، كان جسمه حارق ما بقي الا وجهه شويه فقط، ولا كان حارق كامل بشكل كامل وصلها يعني لحمه ناقعه. الحمد لله بزوا الى الحديده واجروا له هناك عده عمليات، ومن الحديده احالوا الى صنعاء. جلس في المستشفى الجمهوري داخل صنعاء يمكن حوالي 3 شهور او 4 شهور. فيعني ولا اي ناس مثلا الا يعني فاعلين خير فعلوا معه، ولا اي دوله ولا حكومه ولا ذا، ولا احد من تعاون معه بالخالص. السيارة كان ما تشتف يعني مفحمة السيارة ومن فيها ما يعني الجثث أشلة طارت، لا ما كنت بعيد منهم، فأخو قرا هذا وسحب سحب قدم متفحم ما يشتف إلا وأحسبه انتهى، بس يعني ما بزوا لقدم سيارة واحد متطوع بعد ما هديت يعني حوالي حق ربع ساعة كذا وكم أجد سيارة وأخذتهم، أخذت اللي موتة واللي غير موتة، يعني اللي عاد جثثهم سليمة متفحمة بس سليمة بعد الأشلاء متكاملة. بزوهم لا اسعفوهم للبرح، وبعدين من البرح ما قبلوهم شحولوهم تقريبا للحديده، ومن الحديده جلس فتره هناك و
تقريبا هو راح يغيبوا بحوالي حق 4 أيام أو 3 أيام. ففاقوا وحولوه لصنعاء. جلست أول 3 شهور في مستشفى العلفية في الحديدة، بعدها جلست 2 شهر. فاكر بعد وعدونا أسبوع بعد أسبوع. بعدها تاريخ 27 في بعد الفطر، بعد ما فطر رمضان، صمنا رمضان، تاريخ 27 سووا لي العملية. بعد ما رحنا ما فيش معانا شيء، لا حق علاج ولا حق ما يش. بعد أرض شوية لكن والدي بعتها حول مبلغ طلعت حول 3 مليون. اللي معي ما بقيت، ما في شيء ولا معي. أصبحت إن أنا لا شغل، لكن أنا جالسين الآن. نحن شيء نظر شيء كيف نحن بعد نروح القدم ماش فايدة. هذا القدم الآن اللي تتحرك به ما نسوي، والله نصبر على الله. والله يا باع كل ما يسلك وما يملك، كان هو على أساس معه معصرة، معصرة وباع البكرة حق كل الذي عصر بها ووضع بعدين تاجر دحين الا هو، ولا باع المعصر البكره حقه كامل وراح يعالج والمواشي ونوب مع بقيات من بعد الضربه باعها وراح يتعالج، وناس فاعلين خير برضه تعاونوا معه. اخذ غثيث غثيث ما حييت ابدا. سوي العمليه حرقت، خلقت خلاك 8 8 فك الشاش راح يفكها والنار راحت ما فيش فايدة. طلع لي الضغط دكتور، قال لي ماش تسوي له؟ قلت له خلاص خش اروح لي، شو اروح اموت بيت حقي خلاص ما اشتيش البياس خلاص اللي راحت مع الله. روحت وانا هذه الحالة جرح كل جسمي. انا عارف وانا من الذي تابعت له، وانا الذي سويت له جميع الملفات والوسادس، قابلي تقارير وقابلي مثلا استمارت كجريح ووديتها وديناها الى عدن، ولا حد من تجاوب معانا لحتى الان والساعه، ولا اي جهه تواصلت حتى معانا بفراشه لهذا الشخص، ولا يمكن يقابلنا حتى فراشه لهذا الشخص من اي منظمه او دوله او حكومه او غيرها. حد يواصل معي احد؟ لا معي احد الا الله. ما فيش معي احد، انا ما فيش معي احد ولا معي ولا حد كان معي. لا تحالف انت بنا ولا انت الا الله. والله نواجه نحن بصراحة يعني رسالة إلى التحالف أولا وإلى الشرعية مثلا أنها تلتفت لهذه الأشياء الغلطات حقها. هذه مش أول غلطة الذي غلط طباع على هذا الشخص المواطن، في غلطات أكثر وأكثر من كذا. يعني أنا أتمنى أنها تلتفت لهذه الأشياء وان تشوف ايش عواقبها هذا التحالف من ضرب عشوائي للمواطنين ولا لهم اي ذنب، وهم ساكنين داخل بيوتهم ناس، وهم يعدوا اعمالهم وهم يضربوا ويقصفوا في المزارع في كل مكان ولا لهم اي ذنب. بالنسبه للجهات يعني اقل القليل، يعني المواطن قد راضي بحاله، يعني ما عاد من لمن نشتكي الا لله سبحانه وتعالى. يعني اقل شيء ما تقصر لهذه الدرجه، يعني اقل حاجه عوضه تعويض الرجال هذا الحمد لله، يعني عاش وسلم وكذا. اقل حاجه يعني عوضوه بالكان بجهد اللي كان بيسويه، يعني لو كان بحالته وربي ما قرى على هذا الشيء كان بيطلب الله على قهاله، مستغني عن التحالف، مستغني عن يعني كتفه ياكله وياكل اولاده. والله من الله سخر اللي يعطينا احنا عوضنا احنا عند ربي يسخره من الله سبحانه وتعالى سخرهم. أشهر من المرض والعلاج والتنقل بين المستشفيات من تعز إلى الحديدة إلى صنعاء، وسنوات من العجز والحرمان بعد خسارة الأملاك ومصادر الدخل في سبيل متابعة العلاج دون أن يلتفت له أحد. فحرم من حقه في العلاج المجاني أولا، ثم حرم من حقه في التعويض اللاحق عما أصابه من أضرار جراء الضربة الخاطئة لطيران التحالف العربي. مشاهدينا الكرام، حق المدنيين المتضررين من العمليات العسكرية في التعويض و
وحق الجرحى في رعاية. موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي. مرحبا بك معنا سيد توفيق. مرحبا بكم وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. تابعنا قبل قليل قصة مواطن أصيب بضربة لطيران التحالف، تعرض لحروق في 2016 وما زال حتى الآن محروم من حقه في العلاج أو التعويض عن ما لحقه من خسائر جراء تلك الضربة الخاطئة. نود أن نسألك أولا عن حق المتضررين من العمليات العسكرية في التعويض، وكيف يمكن إثبات المسؤولية الجنائية في مثل هذه العمليات؟ في حقيقة الأمر القانون الدولي وخاصة ما يتعلق بقوانين الحرب والقانون الإنساني كان حريص منذ البداية على تجنيب المناطق السكنية ويلات هذه الحرب، وضع مجموعة من الشروط والقواعد القاسية للعسكريين بحيث لا يسمح باستخدام الأسلحة النارية في حال يمكن أن يتعرض فيها أي مواطن للضرر إلا وفق شروط معينة، ومنها هذه الشروط التناسب، وجود ضرر إلى غير ذلك، بحيث أن سلامة المدنيين بالدرجة الأولى مقدمة على أي أهداف عسكرية نستطيع أن نقول بين قوسين حتى ولو كانت مشروعة، إضافة إلى أنه فرض مجموعة من القيود المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية بحيث تكون أسلحة دقيقة يمكن التحكم بها إلى غير ذلك. يأتي بعد ذلك إذا حدثت أي أضرار بعد استيفاء كافة هذه الشروط يصبح من حق هؤلاء المواطنين التعويض عن أي ضرر، ما إذا ثبت أن الضرر لم يكن ذو قصد عمدي بعد اتخاذ كافة الوسائل أو الشروط التي تحدثنا عنها. وهذا الأمر يفترض أيضا وجود مسؤولية جنائية بالدرجة الأولى ضد المنتهكين سواء كانوا خاصة العسكريين، والذي يفترض أن يفتح تحقيق جاد ومشروع، لأن الحرب بالنهاية غير مسلوبة الأخلاق إذا صح التعبير في هذا الجانب، وبالتالي نجد كثير من الدول تفتح تحقيقات معينة عند استهداف مدنيين أو عند ارتكاب مجموعة من الانتهاكات في حق مدنيين. في مثل هذه الحالة من المفترض أن التحالف العربي وللأسف الشديد غاراته يعني وصلت إلى مستوى نستطيع أن نقول أن العمدية ربما تتوفر فيها بسبب انعدام المساءلة. إلى حد الآن انعدام المساءلة تثير كثير من التساؤلات لدى التحالف العربي. وللأسف الشديد لجنة تقييم الحوادث التي أعلن عنها التحالف العربي تخرج في أكثر من بيان ربما لتمنح التحالف العربي الضوء الأخضر لمزيد من هذه الأخطاء ولمزيد من هذه الانتهاكات عندما يعلن أن الأهداف كانت مشروعة، كما شاهدنا في كلية المجتمع في محافظة الذمار التي راح ضحيتها ما يقارب 130 من المعتقلين المدنيين وبعض العسكريين الذين كانوا لدى جماعة الحوثي. في مثل هذه الحالة المواطن من المفترض أن يفتح تحقيق ويجبر هذا الضرر من خلال التعويض، وايضا يحال من المسؤول عن انشاء هذه اللجان لجان التحقيق المستقله والمحايده لكي لا يحدث ما ذكرت في حديثك؟ هو من المفترض أن التحالف العربي إذا كان لديه مصداقية وملتزم بقواعد وقوانين الحرب ويفتح تحقيق ويحيل المسؤولين إلى القضاء، هذا المفترض. لكن نحن في حالة الحرب اليمنية ربما نستطيع أن نقول الجميع تجرد من المفهوم الأخلاقي والقانوني في هذه الحرب التي يراها أنها عبارة عن نزال بلا قواعد، ويراها بأنها حرب مفتوحة على الأخضر واليابس، وبالتالي رأينا كل طرف يحاول أن يتنصل من هذه المسؤولية إما بالتخفي خلف كنى وأسماء وهمية بحيث لا يطالون للمسؤولية الجنائية. اليوم في حالة هذا التحالف يبدأ ينتقل هذا الأمر إلى اليوم الأمم المتحدة التي وضعت اليمن تحت البند السابع
وهي تجري تحقيق من خلال مجموعة من اللجان، سواء التابعة لمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية، أو من خلال مجلس الأمن أيضا الذي تحقق في الانتهاكات المتعلقة باليمن. ورأيناها أصدرت مجموعة من التقارير المتعلقة بإدانة التحالف العربي لاستهداف مدنيين ومواطنين يمنيين في أكثر من محافظة من المحافظات اليمنية، إضافة إلى أن اليمنيين كأفراد من حقهم تحريك الدعاوى الجزائية، وهذه الدعوة ترفع حتى أمام السعودية أو أمام اليمن، لكن لعدم أو نستطيع أن نقول لاستحالة رفع الدعوة في هذين الموطنين لأسباب متعلقة بانعدام الشفافية وانعدام السلطة استقلال السلطة القضائية إلى غير ذلك، يصبح من حق اليمنيين إما الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية أو الذهاب إلى المحاكم المدنية أو الوطنية ذات الصبغة الدولية، بمعنى تحريك دعوة في فرنسا أو في بريطانيا أو بلجيكا أو إحدى الدول وفقا للشروط التي تضعها قوانين هذه الدول. نعم، تحدثت عن دور الأمم المتحدة في هكذا حالات، بالنسبة للمبعوث الأممي ما هو الدور المنوط به في مثل هذه الحالات؟ لا، نعتقد دور المبعوث الأممي اليوم هو دور سياسي، إنه يقرب الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. اليوم لجان المعني بالتحقيق بالدرجة الأساسية هي اللجان التي لها ولاية أو لها صفة وممنوحة ولاية معينة في اليمن. واليوم التي أمامنا لجنتين، اللجنة الأولى هي اللجان التي أنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان تتبع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجان الثانية التابعة لمجلس الأمن. لدينا أيضا اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وهي لجنة محلية، من المفترض أيضا أن هذه اللجنة تقوم بالتحقيق وتحيل الملف إلى الرئيس الذي من المفترض وفق نظامها الأساسي يحيلها إلى النيابة العامة. لكن نعتقد أننا في اليمن نفتقر لكثير من المعايير الفنية والهيكلية وحتى القانونية المتعلقة بمثل هذه الجرائم وبهذه المساءلات، وبالتالي اليوم نعتقد أن الخيارات المفتوحة أمام اليمنيين هي خيار اللجان الأممية أو رفع دعاوي بصورة مباشرة أمام اللجان الوطنية أو حتى أمام اللجنة يعني محكمة الجنايات الدولية إذا توافرت شروط معينة، لأن النظام الأساسي يبيح للمدعي العام إذا توفرت لديه أدلة وافية وكافية عن انتهاك حقوق إنسان في بلد ما أن يقوم بتحريك هذه الدعوة بناء على هذه المعلومات. وأعتقد أن الانتهاكات المتعلقة بالتحالف العربي أصبحت وافية. لماذا إذا لم يتم تحريك أي دعوة برأيك حتى الآن؟ لماذا لم يتم تحريك أي دعوة حتى الآن برأيك؟ هنالك أمرين. أولا، بعدم تحرك أطراف فاعلة أمام هذه اللجان تطالب بهذا التحقيق، ومن المفترض أن يكون في ضحايا أيضا يصلون إلى المحكمة الجنايات الدولية للاستماع إليهم، أو يتم إعداد ملفات جاهزة في هذا الأمر لوضعه أمام لجان التحقيق أو عفوا أمام محكمة الجنايات الدولية. وهذا الطريق إلى حد الآن لم يسلك بصورة جدية وحقيقية، لأنه يحتاج إلى إمكانية سواء فنية أو مالية. الأمر الثاني، أيضا محكمة الجنايات الدولية محكومة بمجموعة من المعايير السياسية يعني والعلاقات الدولية، لأن تحريك الدعوى الجزائية من قبل المدعي العام يتطلب أيضا إذن من المحكمة وتمويل مالي معين للسير في هذه الإجراءات، وهذه أيضا أحد العوائق التي ربما تعيق مثل هذا التحقيق. لكن اليوم نحن نعتبر أن لجان التحقيق الأممية هي المسار الوحيد المتاح، مع أن كل المسارات مفتوحة إذا توفرت الإرادة وتوفرت الإمكانيات المادية للذهاب إلى أبعد من ذلك. نعم سيد توفيق، هناك ضحايا لعمليات أخرى يقوم بها التحالف لربما أكثر تأثيرا من القصف بالضربات الخاطئة، تهجير سكان من بعض مناطق الساحل الغربي، تحويل قراهم ومناطق صيدهم إلى معسكرات. هل هذا إجراء مقبول من الناحية القانونية؟ وبالتالي هل يتم تعويض من تم تهجيرهم؟
في حقيقة الأمر اليوم الحق الشخصي مقدم على الحق العام، هذه القاعدة أو هذا الأساس الثابت في القوانين الدولية وفي الدستور اليمني في القانون المدني، وهذا لا يسقط لا في حالة السلم ولا في حالة الحرب. وبالتالي إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يجب أن يعوض أصحاب الحق الخاص تعويضا عادلا، سواء هذا التعويض يكون رضائي أو أن هذا التعويض يكون عبر المحكمة أو عبر القضاء. لا يمكن أن نتحدث عن وجود مبررات لانتزاع الحق الخاص ولو كان في حالة الحرب. ربما هنالك القصة الشهيرة التي يتحدث عنها كثير من رجال القانون المتعلقة المنسوبة لرئيس وزراء بريطانيا تشرشل، عندما صدر أمر قضائي عندما فتح الجيش البريطاني مطارا عسكريا بجانب أحد منازل المواطنين، الذي ذهب واشتكى أمام المحكمة بأن الطيران العسكري، وهذا كان في الحرب العالمية، يؤذيه ويمنعه من النوم ويخيف أبنائه. أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بإغلاق هذا المقر المطار العسكري لصالح المواطن، وبعد شد وجذب إلى آخره قال قولته الشهيرة لتسقط بريطانيا وليبقى القانون. بمعنى اليوم احترام الحق الخاص واحترام القوانين هو الأساس. ما يحدث من تهجير في الساحل الغربي وفي غيره يجب أولا نحدد معيارين اثنين: من صاحب الاختصاص أولا في على هذه الأرض؟ الحكومة اليمنية والمواطنين. أي طرف آخر يعتبر متعدي على هذه الأرض وبالتالي يعتبر مغتصب لها، وهذا الاغتصاب له تبعات جنائية وله تبعات مادية. وبالتالي على الأقل في مثل هذه الحالة يجب أن يعوض الضحايا تعويضا عادلا بما يتناسب، ليس الضرر المتعلق بقيمة الأرض وإنما الضرر المعنوي. اليوم حالة الشتات، حالة التشرد، انعدام التعليم، الخوف إلى غير ذلك، وهذا يجب أن يكون حاضر. إحنا لليمن في اليمن للأسف الشديد البعد المدني أو التعويض هو الغائب في هذه الحرب. الحوثيون من جهتهم، التحالف في الجنوب من طرف آخر، القوات في الساحل الغربي تنتزع بيوت مدنيين سواء في الجزر أو على السواحل على امتدادها، وهذه الفئات البسيطة والضعيفة المواطن اليمني لا يجد من يحميه، خاصة في ظل وجود فراغ حقيقي للسلطة ولا توجد أجهزة أمنية وعسكرية تتبع الحكومة يمكن أن تحميهم من هذا التسلط. نعم، رسالة أخيرة سيد توفيق تود توجيهها سواء للحكومة الشرعية سواء للتحالف أو حتى للمتضررين من عمليات القصف والتهجير. ما نريد أن نقول له، أي حرب لها بعد أخلاقي، الحذر أن تفقد هذه الحرب بعدها الأخلاقي. اليوم عدم تعويض الضحايا، عدم تعويض الجرحى، عدم تعويض المدنيين يفقد هذه الحرب كثير من أخلاقيتها، ويفقد أيضا الأطراف التي تمتلك مشروعية جزء من حاضنتها الاجتماعية التي يمكن أن تصمد معها في الحرب إلى النهاية. هذا أمر مهم يجب أن يتنبه له الجميع، لأن اليوم على الحكومة مسؤولية دستورية وأخلاقية تجاه هؤلاء المدنيين، والحق الخاص مقدم على الحق العام، إلا كما قلنا في حالة الضرورة يجب أن يعوض أصحاب الحق الخاص تعويضا عادلا عادلا. الأمر الثاني أنه المدنيين يجب أن لا يعني يتنازلوا عن حقوقهم، يجب أن يبلغوا، يجب أن يذهبوا إلى القضاء، يجب أن يتواصلوا مع منظمات، مع محامين يمكن أن يتطوعوا لهم. لكن السكوت عن مثل هذه الأمور أعتقد بأنها ستغري أكثر المنتهكين بانتزاع المزيد من الأراضي. لكن عندما يسلط الضوء على مثل هذه الانتهاكات وتصل إلى الإعلام وإلى القضاء وإلى المؤسسات الحقوقية، أعتقد بأنها ستشكل ضغط يمكن أن تخففها ويمكن أن تجبرهم على التفاوض وتعويضهم التعويض العادل. نعم، إضافة إلى أن أدعو الحكومة اليمنية إلى إنشاء صندوق عاجل لتعويض هؤلاء، خاصة في المناطق العسكرية، وعدم تركهم في العراء أو ضياع حقهم بهذا الشكل. نعم، نكتفي بهذا القدر. المحامي والناشط
الحقوق توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. المواطن علوان الزغير تم الرصد، في أمان الله.